الولد ده اتولد مميز جدا، كان عنده قرون وودان كبيرة. الولد ده اسمه غيس، وكان عايش مع باباه في الغابة، وباباه كان بيعلمه القراية والكتابة، ولما غيس كان بيقرا كتاب ودنه سمعت صوت وراه كان غزال، واكتشف ان ودنه وقرونه شبه الغزال، هبت عاصفة وغيس جري بسرعة لباباه. دي كانت أول مرة يشوف المطر وكان سعيد قوي، وهو بيكبر كان دايما متلهف انه يفهم العالم الخارجي، ولكن بابا دايما كان بيمنعه يخرج. وفي اليوم ده غيس اكتشف اثار اقدام غزال وتتبع الاثر لعمق الغابة، وبابا جه شاله للبيت. فكر الاب انه مش هيقدر يخفي الموضوع اكتر من كده، وان لازم اقول الحقيقة له. من سنين فاتت انتشر وباء في انحاء العالم، الناس العيانة صوابعهم كانت بتترعش، بجانب انه نسبة وفيات المرض دي كانت عالية، كل المدن كانت مقفولة وتولد اطفال مهجنة، الاطفال دي بيتولدوا بخصائص حيوانية. وفي يوم فجأة راجل اقتحم الغابة والاب خوفه علشان يمشي، ولكن اكيد كان فاكرهم. الاب خد غيس في حفرة وخرج هو يشوف. وفي اليوم التاني لما غيس خرج من الاوضة شاف بابا جي محتضر ناحيته وواقع من طوله، بابا اتصاب ومات، وغيس كان لازم يعيش لوحده. اتعلم انه يصلح انبوبة المية لوحده، وتعلم استخدام العربية الصغيرة، ولكن النتيجة ما كانتش مثالية، حتى الفروع الميتة كانت بتتنمر عليه. غيس مسك النار وحرقها، ولكن هو ما كانش عارف ان بسبب دخان النار هيتعرض للخطر. ولما غيس خلص مهامه ارتاح على السرير، لقى خريطة صدفة، وحسب الخريطة لقى صندوق بابا كان دفنه، كان فيه البطاقات الشخصية والبنكية وفلوس، ولكن رماهم كلهم، ولقى صورة مامته وعنوان المحمية. وغيس قرر انه يروح هناك يدور على مامته، ودور في الخريطة على المنطقة الامنة الموجودة في الصورة. ولما حكته مشي، ولما مشي في الغابة اكتشف لوح شوكولاتة قعد يشم فيه، وبعدها فتحها وكلها، واكتشف ان في واحد تاني قدام وراح علشان ياكلها، ولكن لوح الشوكولاتة هرب. وفي الوقت ده حس بالخطر وطار قدامه رمح. غيس جري يستخبى بسرعة، كان مستخبي وبيبص، اكتشف انه صياد. غيس كان عايز يرد، ولكن كان في راجل مستخبي وراه ومسكه علشان يقيده بفلوس. غيس تحرر بيأس، والصياد خد القوس وصوب عليه، ولكن فجأة الصياد اتصب طلقة واتصب الزعر، وخد السكين على عهدة الاستعداد، وظهر واحد وراه رفع راسه بيبص، وكان راجل اسود ماسك بندقية. غيس استغل الفرصة وهرب، وكان خايف ورجع استخبى في حفرة. اللي فاضل الراجل الاسم اتخلص من الصيادين وطرده، وتتبع غيس للأوضة لأنه كان عايز قرون غيس. الراجل الاسود خرج غيس، سيبني في حالي. الراجل الاسود اتخض، ازاي الغزال ده بيتكلم؟ لأنه ما كانش فيه طفل مهجن بيتكلم. لف ومشي، وعلى الرغم انهم طلعوا صيادين لكن السوق كان ليهم ارباحهم الخاصة، وكان بيعامل غيس كبشري ومشي. ولكن لما غيس فكر اخذ صورة مامته وتتبع خطوات الراجل الاسود، وخرج في النهاية ووصل للراجل الاسود وفضل ماشي معاه طول الطريق. لكن الراجل الاسود ما كانش موافق انه ياخده معاه، ولكنه معرفش يتخلص من غيس. ولما كان بيصحيه اكتشف ان غيس اكل كل الاكل، كان غضبان جدا وحذر غيس انه ما يمشيش معاه، ولكن غيس قاله انه شم ريحه اكل قريبه من هنا. الراجل الاسود استخبى وصوب ناحيه البيت لحمايه غيس اللي دخل البيت ياخد الاكل. لكن لما غيس دخل البيت شاف راس غزال على الحيطه، واتخض وهرب واتمسك. وفي الوقت ده افراد العيله خرجوا بالتدريج، غيس افتكرهم صيادين، ولكن في الوقت ده هم اللي كانوا متفاجئين. من حسن الحظ ان العيله ما كانتش وحشه، وكمان عزموهم على العشاء. وغيس سالهم عن مامته، ولكن هم ما كانوش يعرفوا. وبسرعه غيس اتصاحب على الولد، وكانوا بيغنوا ويرقصوا مع بعض. والراجل الاسود عبر ان النهارده بالليل لازم يمشي. وفي الوقت ده الفريق كان لقى مسار غيس، والراجل الاسود كان عايز يمشي بالليل، ولكن الولد الغزال ناداه وقال له خدني معاك. وفي نفس الوقت غيس سمع اصوات ناس بره وشم روايح كتير كمان. الراجل الاسود ملى بندقيته وكان بيستعد للحرب، ولكن للاسف ما كانش معاه الا طلقتين. ولف بيبص حواليه واكتشف مصيده وفكر في طريقه. وفي الوقت ده الناس اللي بره نادوا انهم يسلموا الولد الغزال وانهم مش هيأذوهم، ولكن الأسرة كانت معتبره فرد من العيلة. ولما كانوا على وشك الاقتحام الراجل الأسود كان بيقتلهم، وما كانوش خصم خالص للراجل الأسود. اتنين أو تلاتة اتقتلوا من الراجل الأسود، وغيس بسبب قدرته السحرية حس إنه في حد دخل الأوضة. كان في واحد ماسك بندقية داخل من الباب خيسة، وكان بيدور على غيس في كل مكان، وأطلق على راس الغزال. غيس اندفع وهاجمه بالمقلاية، ولكن ما أذهلوش خالص، والراجل كان بيستعد إنه يصوب على غيس. وقف لأنه كان ورا غيس ظهر غزال. وفي الوقت ده الراجل الاسود ظهر من وراه وانهى حياته، والغزال اللي كان ورا غيس اختفى. ولكن الازمه انتهت، وفي اليوم التاني غيس وصاحبه ودعوا بعض، والاسره كانت بتودعه من بعيد. ركب التلفريك مع الراجل الاسود ومشي، ورجعوا تاني لطريقهم انهم يدوروا على مامة غيس، ولكن اللي ما يعرفوش ان كان في راجل ملثم بيراقبهم. ده مسلسل خيال علمي وتشويق اسمه الولد الغزال اللي احنا حكيناه النهارده الحلقتين الاولانيين. القصه رائعه قوي، لو كانت الاستجابه كويسه هكمل باقي الحلقات المره الجايه.